أخرى إلى ساحة الشهداء. حنان، كيف تتوافر الحاجات الأساسية إن كان من الوقود أو الغذاء أو الكهرباء؟ يعني بطبيعة الحال لا وقود ولا كهرباء في هذه المنطقة المنكوبة. حتى اليوم خدمة الإنترنت والاتصال كانت مقطوعة، يعني نحن تغلبنا لكي نتمكن من التواصل مع الزملاء في المنطقة المحيطة ومعكم أيضا في الاستوديوهات في مصر. الخدمة شبه منقطعة في هذه المنطقة بسبب الدمار الكبير الذي لحق بها. يعني الكهرباء كما تعلمون هي تعاني، بيروت ولبنان بشكل عام يعاني من أزمة كهرباء منذ مدة، ويعاني أيضا من نقص في مادة المازوت في بعض المناطق الذي يخضع بدوره إلى سعر الدولار الخاضع للسوق السوداء. وبالتالي يعني الأزمات هي أزمات متراكمة. أتى هذا الانفجار ليزيد على معاناة اللبنانيين اليوم، معاناة جديدة. لكن ما رأيناه اللافت هو كان أن المتطوعين الذين نزلوا اليوم إلى الأرض حملوا معهم ما تيسر لهم من مياه ومن طعام للعائلات التي كانت ما زالت موجودة في بيوتها، ما زالت عالقة في بيوتها، أو كانت تقوم بأعمال تنظيف ورفع ركام وزجاج وحطام سببه الانفجار بالأمس. عدا ذلك يعني مقومات الحياة بلبنان في لبنان بشكل عام هي باتت شبه، يعني لن أقول شبه معدومة لكنها قليلة من حيث المستلزمات الأساسية. فما بالك اليوم في منطقة منكوبة مثل منطقة بيروت والمناطق المحيطة بها، من منطقة الجميزي إلى منطقة الأشرفية، ونحن أيضا هنا في وسط البلد، ونحن أيضا تضررنا بشكل أساسي بالتواصل مع الخارج من خلال الاتصالات ومن خلال الإنترنت. المشهد، أعود إلى المشهد هنا في ساحة الشهداء، يتوقع أن يزداد العدد مع ساعات المساء. قبل قليل وصلت مجموعة من الشباب تهتف لبيروت، كانت متواجدة هنا قرب جامع الأمين. ساحة الشهداء كما ترون في عند قبضة الثورة، هناك تجمع كبير لعدد من الشبان والشابات بالطبع، الخيام منصوبة، ويبدو أن هذه الحركة مستمرة، ويبدو أن هناك المزيد من الأعداد. هناك دعوات للشباب للنزول إلى الأرض لتقديم المساعدة، ما أمكن من مساعدات لأهالي بيروت المنكوبين.